Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour messieurs dames, nous sommes le 28 08 2011. قبل ما انطلقت هذه الحوادث اللي راهي تقريبا غيرت وجه البلد كله ليبيا والتدخل الأجنبي والجهات المخابرات العالم كله والتدخل في السياسة الليبية محاولة انقلاب النظام الليبي والخسائر المادية والمعنوية والإنسانية. طيب نرجع لبنغازي تقريبا 10 سنين إلى الوراء. كما يبدو ألوف من الأفارقة كل يوم كانوا جايين من بلادهم ومحاولين يعني يقصدوا أوروبا، لأن ما لقاوش شيء اللي يعيشهم في بلادهم، ولهذا اتجهوا على طريق ليبيا وخاصة البنغازي، لأن كما يبدو يعني بنغازي أصبحت النقطة الأقرب ممكن من القطر الأفريقي. النقطة الأقرب ممكن لأوروبا، ولهذا يعني قداش من أفريقي من جهات مختلفة، إثيوبيا وإريتريا والسودان وتشاد ومالي، كلهم يعني كانوا يدخلوا التراب الليبي ويقصدوا أوروبا على طريق بنغازي. بعض منهم يعني ينجحوا في المحاولة نتاعهم ويركبوا في سفن ويدخلوا لأوروبا، ولكن أغلبيتهم يعني تصبح مركمة ثم في بنغازي بدون يعني إمكانيات للمعاش وبدون إمكانيات للخروج لأوروبا وبدون إمكانيات للرجوع لبلادهم. هكذا يعني بدأت الأمور يعني تتعقد بالنسبة لهذيك الجهة نتاع بنغازي. أصبح الاستغلال الإنسان بأخوه الإنسان، لأن هذ الناس هذو ما عندهمش إقامة وما عندهمش يعني رخصة باش يقيموا ثم في ليبيا في بنغازي، أصبحوا يعني على تحت السيطرة نتاع الجهات يعني إجرامية اللي قاعدة تستغل فيها. طيب هذه نقطة لازم، وهذا الاستغلال يعني كان يدخل ملاير لبعض الجهات المجرمة تم في بنغازي. هذه نقطة اللي لازم الإنسان يبدأ بها، وهذه الحاجة هذه يعني جرات سنوات، وهما الناس يعني كانوا مستغلين بهذيك الظروف نتاع الأفارقة هذه اللي ما كانش عندهم إقامة وصبحوا مثال يبيعوا ويشروا بها. هذاك يخدم كحلة عند الأخر والأخر يخدم كحلة عند الأخر، وهي استغلال الإنسان من أخوه الإنسان ودامت مدة يعني طويلة جدا. طبعا شيئا فشيئا يعني كانت علاقة طيبة بين ليبيا وإيطاليا وداروا اتفاق بينتهم باش يعني يوقفوا هذا الإجرة، هذا الهجرة من أفريقيا لأوروبا. وهكذا بدأت السلطات المحلية بأمر من السلطات المركزية أن ينظفوا هذا الحالة. طبعا المجرمين الكبار حكموهم ودخلوهم للسجون، والمجرمين الصغار قعدوا على كل حال هاربين منا ومنا. هذه نقطة يعني نتاع الحالة الاجتماعية اللي كانت تم والإجراءات اللي بدأت بها الحكومة الليبية يعني باش تقضي على هذا المرض الاجتماعي اللي تقريبا بدأ يتطور ثم في
الغاز. من ناحية أخرى، على كل حال، الحكومة الليبية كانت عندها مشاريع يعني وطموح لا بأس بها، عينها تطور البلاد وتبني وتنجز. وليد العاملة يعني ما كانتش يعني تكفي أولا، وثاني جانب آخر يعني جانب اجتماعي غير سليم، هو الليبي يعني في حد ذاته يعتبر نفسه يعني شخصية، وما يحبش يخدم الخدمات اللي ما تعجبلوش والخدمات اللي ما فيهاش نظافة، ويحب سيارة ويحب سكنة ويحب منصب في الحكومة يعني كموظف، ويحب يعني أشياء اللي تقريبا ما كانتش ممكن تتوفر لكل شخص. والخدمة الخامجة هذيك يعني كانت متروكة، ما حبوش يخدموا بنايين ولا نظافين الطرق ولا خبازين ولا شيء من هذا السبيل. حبوا يعني كشغل ليبي لابد يكون شخصية، ولابد تكون عنده كل الإمكانيات، ويصبح يعني عايش كما شغل بلا ما ينتج، بلا ما يخدم، بلا ما يحب يخدم. هذه كانت مشكلة يعني اللي تقريبا عامة في ليبيا. وهكذا يعني الحكومة والسلطات المركزية اضطرت يعني تستورد عمال من الخارج، بدأوا على كل حال عمال من شمال أفريقيا، ودفقوا يعني آلوف من ناس من مصر، وآلوف من ناس من تونس، وبعض منهم من الجزائر خدامين ثم في ليبيا. ولأن الأمر هذا ما كفاش وكان محتاج اختصاصيين، تقريبا يعني بدأوا يدخلوا الأفارقة من ناحية، وبدأوا يدخلوا الوسمو الأسيويين وحتى الأوروبيين وحتى جهات يعني الروس، ومن كل يعني من كل جهة، باش يعني يقيموا بالإنجازات اللي كانت الحكومة يعني الليبية يعني طمع بها. اللي أن على كل حال هذا الحاجات كانت مغطية بهذا العمال الأجانب، أصبح مثال الليبي هذاك اللي كان طامع يعني بسيارة وطامع بمنصب وظيفي وسكنة وشهرية لباس بها، أصبح يعني بطال، وأصبح عايش عند والديه. يعني تقريبا والديه ولا هما اللي يوفروا له الحاجات اليومية اللي كان محتاج بها. وفلس الولد هذاك ولا تقريبا المخدرات ولا يعني كشغل، وبعض منهم يعني راحوا الله أكبر الله أكبر، ونهار طول هو يقرأ في القرآن ويحسب روحه يعني حاجة. وزيد وثاني كذلك كان خاصة كان حاجة يعني خاصة بهذا الجهة هذه كانت تبرك والدنان وبنغازي، ناس تقريبا عندهم زوي وعندهم أغلبية كبيرة اللي مشات الجهد في واحد الوقت في أفغانستان باش يقاوموا الجيش الروسي، الجيش الاتحاد السوفيتي اللي كان تقريبا محتل أفغانستان دولة إسلامية، وكان على كل حال مقيدهم أسامة بن لادن، ويشرف عليه بندر بن سلطان، هو مليك ابن أخوه الملك عبد الله اللي راهو درك في السعودية. قاموا على كل حال بمقاومة الجيش الأحمر وخرجوه، وتقريبا يعني وقت هكذا صبحوا متعاونين مع أمريكا، يعني ما يسمى بالقائدة. هذا الناس هذو على كل حال جاء وقت وين ظهر لهم يرجعوا لليبيا، ولكن بعض منهم كانوا ساكنين تم في ليبيا، وكانوا ساعات يقيموا بأعمال إجرامية، يقتلوا بمثال مسؤول ولا موظف ولا شرطي ولا في هذيك المنطقة انت دنان وتبرك وبنغازي. ولأن هذا الإجراءات اللي قامت بها يعني السلطات المركزية
اللي ذكرتها من قبل باش تقضي على هذا المرض الاجتماعي اللي كان منتشر تم في بنغازي. وسمحوا الناس هادو على كل حال بدون قوت وبدون مدخول هذا الإجراميين، ما لا تحالفوا مع هذا الإرهاب اللي راهو تقريبا رجع من أفغانستان، تحالفوا معاه وصبحوا يديروا في واحد الفوضى. وهذا الشيء هذا يعني وقع في وقت مناسب، لأن كانت مصر وتونس في انتفاضة شعبية يعني كانت، وهكذا يعني المخابرات الفرنسية اللي كانت مخطة يعني من قبل سنوات من قبل شيء من هذا السبيل باش تدير فوضى في ليبيا، فلربما تغير النظام لأن النظام معطلها في الطموح نتاعها. النظام يعني الحقوق المباشرة للشعب الليبي، لأن ليبيا يعني عندها تركيب اجتماعي وسياسي خاص بها، هي يعني الجمهورية اللجان الشعبية، يعني ما فيها رئيس ما فيها شيء من هذا الجزء. إذن فرنسا كانت مخطة يعني شيء من الظلم ضد ليبيا، اكتسبت هذيك المناسبة وهكذا يعني تركبت الأمور. وهذا الناس هذو اللي كانوا تقريبا مستعملين مستغلين الإنسان قاموا بإجرام يعني فاضح، قتلوا مئات ولا آلوف من هذيك الأفارقة، راهم مدرجينهم في أمكنة. أنا نطلب من الوحدة الإفريقية وجمعية الأمم من أن تقوم ببحث باش تكشف هذا الإجرام اللي هذا الإجرام ضد الإنسانية اللي قامت بها بعض الجهات اللي تم في بنغازي. لابد إذن قاموا بإجرام من هذا النوع، ومن بعد داروا واحد الفوضى هكذا وصدموا على ما سجون، يعني خرجوا أصحابهم هذوك اللي كانت الحكومة المركزية مشارعتهم، خرجوهم وهكذا بدأوا الفوضى. وجاء دخل فيها برنار أونري ليفي ودخل فيها القرضاوي ودار فتوى والدنيا تقلبت وهيا وهكذا، وبالعقل بالعقل أعطوا فرصة للحلف الأطلسي يعني يتدخل في هذا الأمر، وعمر موسى وهذيك الفكاهة اللي سمعنا بها من قبل، وهكذا هذه يعني المؤامرة اللي قاموا بها ضد الحكومة الليبية، وهكذا يعني صار ما صار. وذكرنا على كل حال في المقاومة قاعدين يكتلوا في بعضهم، وهي مركبة يعني تقريبا على هذا الناس هذو اللي تقريبا وذوك كيفاش هاي معلش كيف يعني يصدموا على البلاد ويكسروا السيارات ويكسروا الديار ويسرقوا العباد. هذو ناس يستطيعوا يكونوا دولة بهذا دولة إجرام. وعلى كل حال مدام ذوك الاستعمار دخل ليبيا فلربما ذوك يزيد يستغلها من دار جديد يعني سنوات وسنوات، وتكون فيها مقاومة على كل حال نتاع الناس اللي رافضين هذا الأمر الواقع، لأن مؤامرة يعني مركبة من البداية حتى للنهاية وما فيها ثورة وما فيها شيء من هذا النوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.